Recording in progress. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على Spending Information Management. أو عمر سليم شغال في مانجر ما يقارب من 12 سنة، وأحب أشكر اتحاد طلاب معهد النيل العالي على الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر سليم، وإن شاء الله هنتكلم على نمذجة معلومات البناء. وأحب أشكر اتحاد طلاب معهد النيل العالي على الفرصة الجميلة إن احنا نتقابل وإن احنا نتبادل معلومات إن شاء الله. تمام، لو في أي حد عنده أي أسئلة ياريت إن شاء الله يبعتها ونحاول إن شاء الله نجاوب عليها بإذن الله. طيب النهاردة ان شاء الله هنتكلم على Building Information Management او الـ BIM، والحقيقة ان هو محقق قدر كبير جدا من الشهرة وناس كتير سمعت عنه، وان شاء الله يعني هنتكلم عنه بشكل مبسط جدا. بحيث ان هو يكون واضح بإذن الله ومفيهوش اي مشاكل. تمام، طيب هي فكرة الـ Building Information Management ايه باختصار؟ فكرته ان انا بحط كل المعلومات اللي انا محتاجها عشان ادير المشروع، كلها كل المعلومات اللي انا محتاجها عشان ادير المشروع تكون موجودة على الكمبيوتر. ففي اي لحظة انا عايز اخد قرار في اي حاجة بدخل بلاقي كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها. مثلا عايز اعرف مساحة الغرفة، عايز اعرف التكلفة، عايز اعرف الوقت اللي هيستغرق فيه البناء، اقدر اخد المعلومات دي من خلال التكنولوجيا بتاعت البيم. والمشكلة دي اصلا من زمان جدا، يعني من ايام زمان، من ايام مثلا ده برج بابل من الاف السنين، كان الملك عايز يسأل اسئلة، عايز اجابة للاسئلة دي. المشروع ده هياخد وقت قد ايه وهيكلف قد ايه؟ ممكن المشروع دوت يكون هياخد مثلا 20 30 سنة، فهو مش هيفتتحه. او ممكن يكون المشروع دوت هيكلف فلوس يعني فوق الميزانية المقدرة ليها، فعشان كده لازم يكون في دراسة للوقت وللتكلفة. تكنولوجيا البيم قدرت تجاوبنا على الأسئلة ديت، وقدرت توفر وقت كتير جدا وتوفر الكواليتي اللي ممكن مشروع زي دوت يحتاجه. فعشان كده عمل نقلة كبيرة. يعني لما تيجي تبص كده على الصناعات التانية غير قطاع الكونستراكشن، هتلاقي ان صناعة مثلا السيارات وصناعة الموبايلات وصناعة الأجهزة الكهربائية وكل الصناعات حصل فيها نقلة كبيرة جدا في كل حاجة ما عدا القطاع بتاع الكونستراكشن. هو نفس الأدوات تقريبا اللي شغالين بيها، مفيش أي تقدم خالص. التكنولوجيا الوحيدة، وده يعني مثبت في كتب ورسائل دكتوراه، التكنولوجيا الوحيدة اللي عملت نقلة في صناعة البناء هي تكنولوجيا البيم، وسمحت بدخول تكنولوجيات تانية كتير جدا زي ما نشوف مع بعض. طيب ده مخطط من ايام زمان، من ايام الرعامسة. المعبد مرسوم الشكل بتاعه في قلب يعني احد الرسومات، مرسوم 2D، فاحنا لغاية دلوقتي بنرسم برضه 2D. فايه التطور اللي حصل من ايام دولة مصر القديمة من الاف السنين؟ تمام، احنا عايزين نحصل نقلة كبيرة جدا، وفي نقلة من الرسم المانيوال للكمبيوتر اللي هو الكاد، في نقلة أكبر من الكاد للبيم.
تمام، لان هو مش مجرد ان انت سوفت وير بتسطبه، لا ده نقله رهيبه جدا. دي مثلا روح من ايام من العراق من الاف السنين برضو، وبيرسم لك مخطط البيت. فاحنا مش عايزين نرسم بالشكل دوت، احنا عايزين نشوف ايه التكنولوجيا الحديثه دي. برضو واحده الرسومات، يعني الرسومات التقليديه دي موجوده من الاف السنين. ده مثلا في احد الكنائس من سنة 1672 وهما بيبنوا الكنيسة، بنوا المجسم. ففايدته ايه؟ ان الناس شافت الشكل النهائي وشافت المخرج النهائي، ولو ليها اي استفسار بتقدر تبص للمنشأ دوت وتستوعبه وتقدر تفهمه. ده الفكرة اللي انا كنت بقول عليه، المخطط اللي انا بقول عليه، ان صناعة الانتاجية بتاعة الانسان في كل الصناعات بتتطور بشكل رهيب جدا، ما عدا في صناعة الكونستراكشن. فدي مشكلة خطيرة جدا، تقريبا ما بيحصلش أي تطور فيها، عكس السيارات. يعني مثلا سيارات التويوتا مثلا عملوا نقلة كبيرة جدا، بدل ما كانوا يصنعوا الصرف أسبوع ممكن تصنع سيارتين في يوم. ليه؟ لأن هما بيطوروا نفسهم بشكل كبير جدا. تمام، دي برضو من إحدى المشاكل. المشاكل دي هي اللي أدت لظهور البيم. يعني البيم كان لازم يظهر، يعني كان في مشكله كبيره جدا في قطاع الكونستراكشن وفي اخطاء كتير جدا. فنتيجه الاخطاء دي لازم اي حد يتنبه ويستنتج ويخمن ان لازم تطلع تكنولوجيا تحل المشاكل ديت. ده حاجه يعني لازم ان احنا نكون واثقين فيها. لما تحصل مشكله الناس بتقعد تفكر في حلول ليها. فمجال الكونستراكشن كان فيه مشكلة، دي من ضمن المشاكل ان الانتقال من مرحلة لمرحلة كان بيحصل ضياع كبير جدا للمعلومات. فهم بدأوا يفكروا ازاي ان احنا نحافظ على المعلومات وما نخسرهاش. يعني لما تيجي في مرحلة الديتيل ديزاين وتنقل لمرحلة الكونستراكشن، بتلاقي الملفات حصل فيها بهدلة. تمام، مرحلة الكونستراكشن للأوبريشن برضو كان بيحصل فيها مشاكل. دي مشاكل كتيرة جدا كانت بتظهر في قلب صناعة الإنشاءات. زي ما انت شايف ان الميول مش مظبوط، وما بنكتشفش الموضوع ده غير لما نخلص الشغل خالص. برضو المسافة اللي هنا مش قادرين نتخيلها، لأن على التو دي ما بتبانش المشكلة. في مشاكل كتيرة جدا في التو دي ما بتبانش، ما بنبقاش قادرين نتخيل لما ننفذ هيحصل ازاي. فكان بيحصل مشاكل كتيره جدا، في شينج اوردر كتير. يعني المالك بيجي، لا مش هو ده اللي انا عايزه، هد وابني تاني. في اهدار كتير جدا للتكاليف، الكوست بتاع المشروع والماتيريال بتاعه المشروع، اهدار كبير جدا للوقت. فاصبح في مشاكل كتيره جدا بتصل لتقريبا 50% من تكلفه المشروع، وممكن المشروع يتقال ان هو يقعد سنه ويقعد 3 4 سنين. فكل المشاكل دي أدت إن تكنولوجيا البيم بدأت تظهر. تمام، يعني هي مش تطور للأوتوكاد، هو الأوتوكاد ماشي في سكة والبيم ماشي في سكة تاني خالص. ده تطور الأوتوكاد خلال 25 سنة اللي فاتوا. تمام، هو الأوتوكاد يعني بدايته كده كانت سنة 82، فيعني داخل على حاجة و30 سنة. فهو بيحصل تطور فيه. بس مشكلة الاوتوكاد ايه؟ ان انا لو عملت سيلكت على الحيطة، ما معرفش حيطة، ويعرف خطين. طب ايه الفرق بين الخطين بتوع الوول والخطين بتوع الكيبل تري؟ اللير، ان ده بتاع اللير وده بتاع اللير. طب لو انا بالغلط حطيت الحيطة على اللير بتاعة الكيبل تري، خلاص هو اتعرف انها كيبل تري. فزي ما انت شايف الموضوع مش مظبوط، ما بيقدرش يربط بين الدور الاول والدور التاني، دي في لوحة منفصلة ودي في لوحة منفصلة. تمام، طيب لما جينا نشتغل شويه بالكاد وشويه بالبيم، بس جبنا ناس يعني خبره مثلا سنه في الكاد وناس خبره في البيم، لقينا ان البيم ادانا اداء افضل بكتير، ووفر لنا تقريبا 50% من الوقت، وكذلك في الديزاين ديفلوبمنت، كذلك في الكونستراكشن دوكمنت وفر 20%. جه في مرحله التشيك والكوردينيشن وفر 91% من الوقت. فالاداء عالي جدا في البيم، بيوفر لك الوقت ويوفر لك الجهد ويجيب لك اداء ممتاز جدا. طيب هنيجي على سؤال، البيم بيبدا في اي مرحله؟ في ناس بتعتقد ان البيم بيبدا في مرحله الكونستراكشن، لا، البيم بيبدا في مرحله التفكير في المشروع قبل ما تاخد المشروع اصلا. يعني انا كنت شغال مثلا في شركه من الشركات في قسم البلاننج، قبل ما ناخد المشروع بنقعد نخطط ليه ونحط التصور للمشروع والحاجات دي كلها. فكان بيفيدنا جدا ان احنا نعمل البيم، وكنا بنعمل 3 دي اللي هو المبنى الثلاثي الابعاد، وال4 دي كنا بنضيف بعد الزمن للمشروع.
وال5 دي كنا بنشوف تكلفة المشروع على المراحل المختلفة. 6 دي ده الاستدامة sustainability، ان انا اعمل مبنى صديق للبيئة. وال7 دي هو الفاسيلتي مانجمنت، اللي هو إدارة المبنى بعد ما بيخلص، ده بعد مرحلة الكونستراكشن. تمام. طيب دي لوحة كاد ودي لوحة بام. تمام. ممكن تعرض الحاجة دي على المنتج ده على أي مالك أو أونر أو صاحب المشروع، يقول لك أه حلو، بس هو مش متخيله، إنما لما يشوفه 3D يتخيل المشروع، ولو عنده أي تعديل يفهمه، يقول لك الباب ده كبير، الباب ده صغير، هات لي الباب ده كده. يعني كان في مشروع كان الملك عايز عرض السلم 6 متر. تمام ماشي، فبمزاجه ماشي وهكذا. فهو لما بيتخيل في مشروع مثلا كان معمول كله كده، والراجل مصر ان في رامب معين وتحط لي دي وتطلع لي مدخل البيت وحاجات زي كده، ما كانش متخيله، لما شافه في البيم قدر يدخل المشروع. زائد ان دلوقتي التكنولوجيا زي الفيرشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي. الفيرشوال رياليتي ان انا بلبس نظاره ما بقاش شايف حاجه غير المشروع، كان انا رحت المشروع دوت، كان انا بحلم بالمشروع دوت. الاوجمانتد رياليتي تبقى ماشي وشايف المشروع مدمج مع المبنى الرئيسي. ان شاء الله نشوف الحاجات دي بشكل قوي دلوقتي. فده تكنولوجيا مش هينفع مع الكاد، لازم تكون انت عامل حاجه ثلاثي الابعاد باستخدام تكنولوجيا البيم. تمام. طيب خلونا بس ايه ثانيه واحده كده نشوف اذا كان في حد عنده اي اسئله. في حد عنده اي اسئله؟ طيب حتى لو مفيش حد، لو حد عنده أسئلة يحطها على البوست، وإن شاء الله نبدأ نتكلم فيه. تمام. طيب نكمل بإذن الله. طيب لو جينا نبص للرسمة ديت، هنا مرسوم مستطيل وهنا مرسوم مستطيل. طب ايه الفرق بينهم؟ في الكاد لما بتشوف المستطيل ما بتقدرش تاخد منه اي معلومة غير الطول والعرض بس، ما عندكش اي حاجة تانية خالص. انما هنا ممكن تاخد اليو فاليو، ممكن تاخد المعلومات عن الفينش، ممكن تاخد عن الارتفاع، تبقى شايف الارتفاع بتاع الحاجة، ممكن تحدد ارتفاع الوزرة، ممكن تحدد كل المعلومات اللي انت تحتاجها فيزيائيا ودراسيا، وتعمل دراسة للمناخ والحاجات دي كلها. يعني اللوحة بتاعت الاوتوكاد لو دخلتها على برنامج من برامج التحليل مش هيفهم حاجة، لازم تقعد تدخل وترسم واوا. انما لما بدخل الموديل بتاعي من البيم لاحد برامج التحليل، سواء تحليل انشائي، تحليل مناخ، تحليل حرارة، تحليل الظلال، تحليل اي نوع من انواع البرامج الخاصة بالديزاين، بيقدر يفهمها. يعني لو دخلت على برنامج الهاب ويقدر يحسب لك الهواء والتكييف والرطوبة وكل الحاجات ديت. تمام. طيب تخيل بقى معايا الرسمة ديت. تمام. لو انت حاولت تاخد فيها سكاشن اوتوكاد هتتعمل ازاي؟ التفاصيل اللي فيها حاجة رهيبة جدا غير مفهومة. تخيل رسمة زي دي لو انت قعدت تعملها تقريبا كمعماري ممكن تاخد منك اسبوع. طب لو انت فوجئت ان في حصل تعديل هتضطر ان انت تشطب وترسم تاني والقصص دي، في البيم دي بتطلع في ثانية، ما دمت رسمت الشغل كله بتدوس تطلع لك سكشن. حصل اي تعديل من غير ما تضغط اي حاجة، مجرد ان انت عدلت في البلان بتعدل في السكشن. ودي كلمة ريفيت، كلمة ريفيت معناها ريفايس انستانتلي، اختصار ريفايس انستانتلي، اللي هي معناها يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق. طيب لو انا عندي اي سكادولات اوتوماتيك تتعدل، لو انا عندي اي جداول لودنج بتعدل، كالكوليشن سبيسيفيكيشن دايمنشن، كل الحاجات دي بتتعدل اوتوماتيك لو انت عدلت في اي جزء من اجزاء المبنى. فما بيحصلش المشاكل ان انا ابعت لوحه بتاعت الدور الثاني وبعت سيكشن وعدلت في السيكشن ونسيت اعدل في البلان ونسيت اعدل في لوح مثلا التكييف. فكانت بتحصل مشاكل كتيره جدا، الحمد لله المشاكل دي اصبحت في الماضي. طيب لو جينا نتكلم على البيم، لان هو حاجه كبيره فكل واحد بيتخيلها من المنظور بتاعه، خلينا نقسمها لثلاث حاجات: بيلدينج انفورميشن موديلنج، واشطب لي على كلمه موديلنج دي وخليها مانجمنت، ان انا بدير معلومات البناء مش مجرد 3 دي.
يعني ايه حرف البي؟ يعني بيلدينج، يعني سواء مباني او طرق او مدن او اي حاجه انت الانسان بيبنيها، هي دي تعتبر مدن. بيدخل معانا الانفراستراكشر، بيدخل معانا الاويل اند جاز وكل الحاجات دي، بيدخل معانا المبنى اثناء ما بيتبني وبعد ما اتبنى، يعني مبنى قائم بذاته اه ده يعتبر بيم. ده احد المدن معموله بيم، فتقدر تعرف كميه الميه اللي موجوده، لو في مشكله ممكن تتنبأ بيها، وده اللي بيسموها ديجيتال توينز او التوأم الرقمي، ان انا عندي على الكمبيوتر فيه كل المعلومات فاقدر اتنبأ بالمشكله قبل ما تحصل. في مثلا تحميل كبير قوي في الكهرباء، في مشكله مثلا في الطريق، وهكذا في كذا سنسور بيقدر يديني المعلومات. انفورميشن، ما ينفعش بيم من غير انفورميشن، يعني ما ينفعش اعمل سيلكت على حاجه ويقول لي دي جيومتريك، ما فيش حاجه اسمها جيومتريك. لو جالك موديل فيه جيومتريك كتير ارفضه، اعرف ان ده مش بيم. ليه؟ لان انا قلت له اعمل لي كلاش، ما هو الجيومتريك هعتبره ايه؟ مش هيطلع معايا في الكلاشات. يعني لو هو رسم لي حته جيومتريك وانا الحته دي خبطه في كيبورد تري او خبطه في ضغط او كذا، مش هيطلع معايا. فاحنا لذلك لازم تدخل المعلومات اللازمه لاداره المشروع. الجزء اللي بعد كده حرف الام اللي هو مانجمنت، اللي هو اداره معلومات المشروع او موديلنج، ان الحاجه تكون ثلاثيه الابعاد. فهنستخدم البيم عشان هو اقوى وعشان هو اسرع وعشان بيلبي احتياجات العميل. العميل بيقدر يتخيل المشروع كويس، بيتنبأ بالمشاكل اللي هتحصل في المشروع، عشان انا قلت لك كده. ماشي. فده البيلدنج انفورميشن موديلنج، وده اغلب المشاريع اصبحت اجباري في دول كتيره جدا زي سنغافوره، بريطانيا، المشاريع الحكوميه في امريكا، قطر، المشاريع الحكوميه في قطر تبع اشغال وهكذا. فليه ليه اجباري؟ لان بيقلل لي الهدر في الموارد، بيخليني اسلم المشروع في ميعاده، بيخليني اسيطر على المبنى بعد ما بيخلص، بيخليني ابقى فاهم المشروع. لان عمليا ساعات مهندس معماري بيبقى مخطط لحاجه، والانشائي او الكهروميكانيكال مش فاهم المشروع غير لما يتبني قدامه، اه يفهم ان الراجل ده كان قصده كذا. بتحصل كتير جدا بالذات في المشاريع اللي هي يونيك او غير متخيله او حاجه زي كده. فلازم تبقى معمولة موديل 3D تقدر تتخيل شكل المشروع وشكل المبنى. وبالذات بقى في الاجتماعات بقى بتبقى حاجة جميلة جدا ان انت تبدأ توريهم الحاجات بشكل كويس جدا. بنستخدم المشروع في مرحلة الاناليسيز، مرحلة الدوكيومنتيشن، فابريكيشن. فابريكيشن يعني انا ابعت للمصنع واقول له صنع لي القطعة دي، فتيجي تتركب على طول كأنك بتركب قطع بازل. تمام. فعشان تطبق البيم مظبوط وتستفاد من المزايا، لازم يكون عندك بتدخل معلومات مظبوطة، عندك تكنولوجيا مظبوطة اللي هي جزء منها البرامج، عندك بروسيس عمليات معينة ورا بعض، بروسيس الاتفاقيات، عندك أشخاص ماهرين في استخدام البيم. ده هيعمل لك ايه؟ هيخلي لك ان البيم بتاعك معلومات كتيرة مترتبة ومتنظمة بشكل كويس. تمام. فهي البيم هي ميثودولوجي ان انت تدخل كل معلومات المشروع بشكل كويس يخليك تعرف تدير المشروع. على سبيل المثال لو انا عملت سيلكت على الجزء اللي فوق، هيقول لي ان ده روف واليو فاليو كذا، وان هي متكونه من كذا لاير، ويبدا يديني كل المعلومات. لو انا عملت سيلكت على الكيرتن وول هنا، هيديني معلومات مختلفه عن اللي فوق. لو عملت سيلكت على الوول، هيديني معلومات مختلفه. فهي دي فكره البيم. فانا عندي زي ما قلنا 3 دي اللي هو مبنى الثلاثي الابعاد، ال 4 دي ان انا بضيف بعد الزمن فاشوف المبنى وبين خطوه خطوه، الكوست بضيف التكلفه، ال 6 دي بضيف موضوع الاستدامه، ال 7 دي بضيف الفاسيلتي مانجمنت. واهتموا جدا بالفاسيلتي مانجمنت، لان مفيش يعني جامعات في الوطن العربي بتطلع ناس قويه في الفاسيلتي مانجمنت او ما بتدرس في الجامعه، فبتبقى عليها طلب كبير. مين اللي بيستفاد من البيم؟ الاونر اكتر واحد، البلانر، المهندس المعماري، الانشائي، الكوست، الكونتراكت وهكذا. بيستخدم في ايه؟ ممكن فاسيلتي مانجمنت، المينتيننس، الانفايرمنت، الانرجي، تقريبا كل الحاجات الخاصه بقطاع الانشاءات بيدخل جواها موضوع البيم. طيب، في قاعدة من ضمن القواعد اللي موجودة في اللين، ان انت عشان تدير المشروع صح وتحل المشاكل استخدم حاجة مرئية، خليك تشوف المشكلة. لو انا مش قادر اشوف المشكلة مش قادر احلها، فبدل ما انا اقعد اقول لك والله ده في مشكلة كذا كذا كذا، طب ما انا ارسمها لك، طب ما انا اوريها لك 3 دي. تمام. طيب ده حاجة مرسومة 2 دي. تمام. فانت حاول تتخيل الحاجة دي هتتعمل ازاي او في الواقع ازاي.
ده مبنى. لو انت بصيت كده اهو، لما انت تشوفها بقى بالحلاوة دي وانها تكون 3D قدامك، هتقدر تتخيل المشروع معمول ازاي وهيتبني ازاي. فدي فكرة ان احنا بنهتم بالجزء ده. تعال شوف ده كده، المبنى دوت ده مبنى موجود في الامارات. لو تخيلت ان انت تاخد سكيشن فيه بالاوتوكاد، هتلاقي نفسك بتعيط، حرفيا بتعيط. ليه؟ تفاصيل رهيبة جدا، وكلاشات ومشاكل والحاجات دي. في كلاش اهو بين البايب والبايب، شوف بالعين المجردة انتبهنا ليها. ومجرد ان انت تغير الارتفاع دوت هتتحل المشكلة ان شاء الله. ولو انت خبطت في حاجة تانية ممكن تدوس كلاش سيكشن، فيقول لك خلي بالك ده ضربت في مكان تاني بعد كده. تمام، في كلاش تاني اهوت، وفي كلاش اهو بين الكيبل تري والبايب دوت. تمام، المشاكل دي يعني اول مرة اشوفها. تمام، يعني ايه طيب. ده مثلا بيسموها تجمع الصخور، تجمع الأملاح الصخرية على البحر. تمام، ده واحد خد الفكرة دي وعملها مبنى، اللي هو المبنى دوت. ده جان نوفل، وده معماري مشهور جدا فرنسي، وقابلته قبل كده مرة في مكتبة قطر بمناسبة افتتاح المشروع دوت. لما عمل التصميم ده زمان، تمام، قبل ما نيجي قطر كانوا بدأوا يشتغلوا فيه، يعني عملوا مثلا يعني في 2009 حاجة زي كده، بداية الفكرة، بداية المشروع. احنا قلنا المشروع مش هيتنفذ، يعني تفاصيل رهيبة جدا لما تدخل فيها. مفيش حتة ستيل ينفع تحط في مكان تاني، هي لازم تحط في المكان دوت، ولازم تتعمل بشكل دقيق جدا. فقلنا المشروع ده وهم، الراجل ده داخل عشان ياخد المسابقة ومش هيتنفذ. لكن لما اتعمل بالتكنولوجيا البيم اتنفذ زي ما انت شايف. الحق مفيش قطعة ستيل تتحط في مكان التانية، لازم تيجي تركب في مكانها، وما ينفعش يبقى فيه أي غلطة. ففعلا المشروع ده ما كانش ينفع يتنفذ من غير البيم نهائي، ومن غير برنامج تكلة. ما ينفعش تعمل بأي برنامج غير تكلة، عشان كمية التفاصيل الرهيبة اللي موجودة فيه. انا مش محترف في تكلة، بس فعلا تكلة في التفاصيل ديت هو البرنس. طيب، هل التصميم ده ينفع من غير البيم؟ لا، قولا واحدا لا. تمام، فاحنا هنستخدم البيم من اول مشروع لاخر المشروع. هيحل مشاكل كتير جدا. يعني في مشاكل اصلا بتحصل في الطرق التقليديه، ان كل واحد مش عارف فين اخر RFI وفين اخر لوحه، والشغل متضارب مع بعض، ومشاكل كتير جدا. لكن لما يكون عندي موديل واحد، كل الناس تقدر تضيف المعلومات بتاعتها وتاخد المعلومات اللي هي عايزاها من قلب الموديل الوحيد دوت. ونقدر بسهولة جدا ان اي مهندس عنده اي مشكلة بيعمل يرفع الموديل بتاعه، والكوردينيشن او الكوردينيتور يبدأ ينبهه للمشاكل ويحلها له، ومين اللي يحلها، والكلام ده ياخدش وقت خالص. الكونتراكتور والديزاين، بدل ما يقعد يبعت RFI وياخد 21 يوم حقنة وبتاع وكده، لا، هي على طول بيفتح الموديل ويشوف المشكلة ويحلها ويبعت لهنا وتتعدل في نفس اليوم. فالبيم بيمتاز بان انت تقدر تطبق الانتجريتد بروجكت ديليفري، اللي هي الاي بي دي، اللي هي ان احنا كلنا فريق واحد. مفيش حاجه اسمها في الشركه ان الشركه انا واحده فينا اللي غلطانه، وكل واحد، انا شفت مديرين كده مفيش حاجه في دماغه غير لما تحصل مشكله هلبسها لمين. تمام، مش همه ان احنا ما يحصلش مشكله، لا، تحصل مشكله مش مشكله، المهم لما تحصل مشكله ما بقاش انا موجود في القصه ديت. تمام، اكتر حاجه بتعجبني فيه ان احنا بنقدر نتعاون كتيم ونعمل كوليبريشن بين بعض، سواء كان في نفس الشركه او الشركات بينا وبين بعض، بنبقى متعاونين كده زي عصابه القناع الاسود يعني، بس في الخير. تمام، بدل ما كل واحد شغال لوحده وكل واحد بيصمم تصميم ملوش علاقه بالتاني، لا، كلنا مشاركين مع بعض في قلب الموديل وبنتعاون مع بعض. زائد ان انت تقدر تحصل على تكلفة اي حاجة. هنا بقى الميزة ان هو مش بيقول لك تكلفة العمود كذا، لا، بيقول لك العمود ده بيتكون من ايه، من ريبار وفريم ورك وفورم ورك وكونكريت وكلادنج. طب كل واحدة فيهم محتاجة ايه عشان تتعمل الريسورسز، وتبدأ تكتب الارقام، وهو في الاخر يجيب لك تكلفة العمود قد ايه، وتقدر تدخل فيها مثلا لو انت جايب ماتيريال، لو انت عمال او مأجر ناس من شركة تانية وحاجات زي كده، وتضيف الجزء الخاص بالتايم. وهو بيسيطر لك على التايم والكوست والكواليتي، الثلاث حاجات دول هو بيديهم لك بشكل كويس جدا، وبيقلل موضوع الكلاشات. لو في اي كلاش بينبهك ليه قبل ما يحصل، فتقدر ان انت تتجنبه.
في برضه موضوع سيفتي. موضوع سيفتي ايه علاقته بالبيم؟ ان انا ممكن اجي في برامج معينه بتبدا تنبهني الاماكن اللي فيها مشاكل، وممكن حتى تعمل خلي فيه بيرسون كده يمشي، بيرسون على الكمبيوتر وهمي يمشي ويشوف اذا كان في مشكله يبدا ينبهني ليها ان الحته دي فيها مشكله والهازارد والحاجات دي كلها. تمام. وبعدين بنشرح الخطه في 3 دي، يعني العمال كلهم بيشوفوا المشروع وخطه الهروب والحاجات دي كلها في 3 دي. ده مثلا برنامج بيبدا يفترض ان في شخص هيمشي ويبدا ينبهني ان انا لازم اعمل سور في المكان دوت وعند السلالم والحاجات دي اثناء موضوع الكونستراكشن. فانا بتنبأ بالمشاكل قبل ما تحصل واقدر اتجنبها. ومن ضمن الحاجات برضو موضوع الكرين مثلا، موضوع تنظيم المعدات اللي موجوده. فبنبدا نشوف كل كريم فيهم مثلا غطي منطقه قد ايه، فايه العدد الاقل عدد ممكن نحتاجه عشان ننفذ المشروع ده. مثلا مشروع ما كان معمول اهوت، هو ولوحه الديزاين هي نفسها لوحه شوب دروينج، يعني مجرد بس نضيفنا المعلومات هي نفس لوحه شوب دروينج اللي اتعملت في الاسبلت. ما بيحصلش ريد لاين كتير، ليه؟ لان بيبقى متنبئين بالمشكله. تمام. البيم اصبح اجباري نظرا للتطور الكبير اللي بيحصل فيه. ففي دول كتيره جدا بدات تبقى قويه جدا في موضوع البيم، زي بريطانيا، زي المانيا، زي استراليا، زي كندا، امريكا، كوريا الجنوبيه، نيوزيلندا، اليابان، كل دول فيهم تطور كبير جدا في البيم. البيم اجباري في بلديه دبي، قطر للامانه ماشي بخطوات حلوه قوي في البيم، زي اشغال وحاجات زي كده. اجباري في المشاريع الحكوميه، مش اجباري في كقانون. مصر تتميز ان فيها اتعمل كود للبيم في مصر. تمام. طبعا في دول كتير جدا في الاتحاد الاوروبي اصبح اجباري فيها، واصبح اجباري في دول الكومنولث الاوبن بيم، يعني لازم تستخدم بكود الاوبن بيم. ده الجواب بتاع دبي ان هو لازم يكون اجباري في نوعيات معينه من المشاريع، زي اي مشروع اكتر من 20 دور وهكذا. طيب ندخل بقى على التطور الرهيب اللي عمله البيم في صناعه الكونستراكشن، ان هو دخل موضوع الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي لو دخلت له اوتوكاد وعرفته على الذكاء الصناعي مش عارف يعمل حاجه، ولو دخلت روبوت واديته لوحه اوتوكاد مش هيفهم حاجه، الفيرتشوال رياليتي مش هيفهم حاجه، الدرون مش هيفهم كل ده، و3 دي برينتر، كل دول مش هينفعوا يشتغلوا من غير البيم. الذكاء الصناعي والروبوت والانترنت اوف ثينجز كل ده السوق بتاعهم بيكبر بشكل مهول جدا. يعني هتلاقي بيقول لك لغايه دلوقتي مثلا 15 تريليون دولار في حجم الصناعات ديت. فلازم احنا نبدا فيهم الذكاء الصناعي. انت ممكن تخلي البيم مع الذكاء الصناعي يبدا هو ياخد قرار، مثلا هو يتنبأ بالمشكله، هو يحدد المشاكل اللي موجوده يحلها. كل الكلام دوت لازم مع تكنولوجيا البيم، مش هينفع ان انت تسيبه للاوتوكاد. دي بعض المشاكل في تقليل التكلفة، في الريسك مانجمنت، في البروجكت بلاننج، كل الحاجات دي من خلال الذكاء الصناعي. عندك كمية معلومات رهيبة، هو يقدر يستنتج حاجات. انترنت الأشياء، أبسط مثال ليها إن التلاجة تبدأ تشوف إيه الأكلات اللي موجودة وتعملك الأكل اللي أنت عايزه، وتطلب الأكل من سوبر ماركت، وتدخل على النت وتجيب لك أكل صيني وحاجات زي كده. تمام. لازم طبعا يبقى في سنسور وفي برامج معينة وكل الكلام دوت. بس هو الموضوع اصبح، يعني انا بقيت ادخل السوبر ماركت بلاقي انترنت اوف ثينجز دي موجوده، ممكن تشتري واحده ب 20 ريال او كده وتاخدها معاك وانت مروح. الموضوع بقى سهل جدا. ابسط مثال مثلا ان انت تحط اجهزه تتنبه لما الابن يصحى، يعني تديك انذار ان الابن بيتحرك، فتبدا تشغل الكاميرا تشوفه وبتاع، لما يكون نايم الكاميرا بتقف خالص وهكذا. مثلا انت ماشي بالعربيه وعايز ركنه، فهو بيشوف ايه الاماكن اللي وينبهك لاقرب مكان تقدر تركن فيه. اللايتنج والبي ام اس، ممكن تبقى عندك مثلا زرار تدوس عليه او من غير ما تدوس على زرار، هو محدد اللوكيشن بتاعك. فاول ما تقرب من البيت مثلا مسافه كيلو يبدا يشغل تكييف. انا عارف ناس كانت بتسيب التكييف شغال تروح الشغل ويرجع يسيب التكييف شغال، لانه ايه مش بيطيق ان هو يقعد في البيت 10 دقايق لحد ما التكييف يشتغل. فدي من ضمن الحاجات السهله والبسيطه ومش مكلفه. الاوجمانتد رياليتي ان انت معاك ورقه واحده بتبص عليها بالموبايل، فتبدا تشوف كل المبنى موجود عندك مكنه، فبالاوجمانتد رياليتي تبدا تشوف كل التركيبات والفالفات هتركب ازاي.
تمام. ممكن مثلا ايكيا بتديك موبايل وتديك تطبيق على الموبايل، تبدا تبص لو انا جبت الحته دي واتحطت في المكان دوت هتبقى حلوه ولا لا. فانت قاعد في اوضتك وما اشتريتش حاجه لسه، بس شايف مكان الترابيزه هيبقى عامله ازاي والكنبه والحاجات دي كلها. تبقى انت ماشي ومفيش شغل كهروميكانيك اتعمل، كل اللي اتعمل الشائي بس، وانت ماشي وشايف الضغطات هتبقى ماشيه ازاي، فتقدر تعمل كوردينيشن قبل ما العمال يبداوا يشتغلوا. خلونا نشوف الفيديو ده سريعا سريعا، خلينا نورمال نسرحه لكم شويه. ده اوجمانتد رياليتي زي ما انت شايف، الورقه العاديه اصبحت 3 دي، تمام. وتقدر تقول له طب انا عايز اشوف الاركتكشر بس، طب انا عايز اشوف الاستراكشر بس، لا ده انا عايز اشوف الام اي بي بس، طب انا عايز اقفل الابواب، طب انا عايز اشوف الابواب، طب انا عايز بلا 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 بلا. كل الكلام ده سهل جدا ان هو يتعمل، وشغلنا بيه فعلا في مشاريع حقيقيه، وكان حاجه لذيذه جدا يعني، ويا ريت الطلبه تستخدمها في مشاريع التخرج بتاعتها. ربنا يوفقكم كلكم. بص، كل ما بتعلم على حاجه بيبدا يجيب لك المعلومات بتاعتها بالتفصيل، دي مثلا ماكينه التكييف اللي هتغذي الدور الفلاني وتكلفتها قد كذا وكميه الهواء اللي ماشي فيها قد كذا، وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تتخذ قرار. حلوه قوي الخاصيه دي، انا بعملها كتير لما حد بيبعت لي رساله على الواتساب بروح مسرحها. بص، انت شايف الخوازيق البايلز طالعه ازاي والتفاصيل دي كلها، وتقدر تشوفها من جميع النواحي مش مجرد حاجه 2D وخلاص. تمام، واو. بيقول لك ايه اللي هيتبني الاول بعد ما حطينا الاعمده، ايه الحاجه اللي بعد كده؟ صح. دي مثلا ده مشروع عملي. طيب انا افضل لما اشرح لك اجيب لك الورقه دي، ولا لما اوريها لك كده وتلف وتشوفها بالشكل الجميل دوت؟ الفيرتشوال رياليتي ان انت بتشوف المشروع وتحس ان انت جواه، وده فن كتير جدا. زي كده احنا كنا جايبين فعلا نفس الايد ديت ونفس النظارات ديت، وكنا جايبينها اصلا للمالك المشروع على اساس يشوف الحاجه لو عنده اي تعديل. كل مهندس لبسها اكتشف ان عنده مشكله في الشغل بتاعه، استراكشر شاف مشكله، الميكانيكا شاف مشكله، الميكانيكا شاف ان المفروض ان المكن يدخل شويه على اساس ما يبانش من الطريق من بره، يعني كل واحد شاف المواسير ظاهره حاجات كده، فبدانا نحل المشاكل دي. الدرون طبعا معروفه دلوقتي، بقى اصبحت امازون مستخدمها، بتنقل البضائع وحاجات زي كده، اصبح فيها استخدامات كتير جدا في مجال الكونستراكشن، بس عشان استخدامها صح لازم يكون من خلال الاوتوكاد، من خلال البيم، اعوذ بالله. تمام. الروبوت بتقول له ابني، فهو لازم تدي له معلومات مظبوطة من خلال التكنولوجيا بيم عشان يعرف الحاجة ايه وتحط فين بالظبط. شايف الزوايا المهرة دي؟ لازم 3D برينتر برضه لازم تديها له من خلال تكنولوجيا البيم عشان يبني مدن كاملة، هو مش بيبني نموذج، لا ده بيبني مدينة كاملة في الصحراء اهو. تمام، ده مثلا مشروع كان طلبوه اخواننا في الكويت، خاص ببنك هناك، فراح لنورمان فوستر، فنورمان فوستر بنى واحد بس من دول، ومجرد بس دخل على البرنامج فعمل كذا موديل مختلف، مره يقول له ايه طب لو غيرت الزاويه دي، طب لو غيرت دي، طب لو بدل ما هم 12 دول خليتهم 15 دول. هو بقى البرنامج بيقعد يتخيل، وراح عمل كل دول وطبعهم برنت 3 دي، فتحس ان هو الراجل اللي قعد طول حياته يبني فيهم، بينما الموضوع كله موديل واحد بس اللي اتبنى وبعض البرامتر وقال له اطبع. تمام، بص بالشكل دوت، ده معمول على برنامج الراينو، جراس هوبر بتبدا تغير، وممكن تعمل على الريفت من خلال الداينامو. الحمد لله شرحنا الحاجات دي بالتفصيل في بيم اربي. ده مثلا في المريخ لما جم يبنوا واستخدموا تكنولوجيا البيم مع تكنولوجيا البرنتر 3 دي،
مع فكرة انظر تحت قدمك وابني. فكان بيبني بيه المواد الخام، او بيبني بالارض بتاعت المريخ، بدل ما ينقل طوب واسمنت من الارض، لا بالمواد الخام بتاعت المريخ. فاستخدموا تكنولوجيا البيم في البناء على المريخ. بس كده، دي فكرة البيم باختصار، واتمنى ما اكونش طولت عليك.